مهرجان أبو ظبي للعلوم يقام بدورته السابعة. رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. السنة هذه عندنا فعاليات كثيرة في منتزه خليفة وأيضا في حديقة الحيوانات. فعاليات لها مواضيع عدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأيضا في استكشاف الفضاء والآثار أيضا. في أيضا عندنا مطاعم مختلف النكهات، عندنا محلات بيع أيضا، أساس أن نخلق الأجواء التفاعلية الجميلة.